البداية هنتكلم بوجه عام عن بطولة أمم أفريقيا مصر 2019 زي ما قلت لكم، اللي هتكون بإذن الله أول نسخة يتلعب فيها 24 منتخب متقسمين على 6 مجموعات. تعالوا نستعرض مع بعض المجموعة الأولى. زي ما أنتوا شايفين، مصر، الكونغو، زيمبابوي، وأوغندا. المجموعة الثانية، نيجيريا، غينيا، مدغشقر، وبوروندي. المجموعة الثالثة، السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا. المجموعة الصعبة جدا، المجموعة الرابعة النارية، المغرب، كوت ديفوار، ناميبيا، جنوب أفريقيا. والمجموعة الخامسة، تونس، أنغولا، مالي، وموريتانيا. أما آخر مجموعة معانا، المجموعة السادسة، الكاميرون حاملة اللقب، غانا، بنين، غينيا بيساو.